محطتنا هلأ قرير، مع حياتنا الاجتماعية بقواعد بسيطة ممكن نتبعها تنظم علاقتنا ببعض خلال فترة الأعياد. فبالأعياد تتجدد أواصل المحبة بين الأهل والمعارف، فبتكون فرصة للتسامح وتقويم العلاقات الاجتماعية. واليوم مع الأخصائية الاجتماعية رندا علي ديب رح تحكي أكثر عن تمكين أواصل المحبة وأتيكيت المعايدات على الطريقة الجديدة، وكيف بنجعله أكثر حميمية مثل أيام زمان. يسعد صباحك رندا. يسعد صباحكم. صباح الخير، وكل عام وانت بخير رندا. وانت بألف خير، يسعد صباحكم رندا. يعني نحن متعودين على عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية بالأعياد وبكل المناسبات، لكن مع دخول التكنولوجيا وعالم الانترنت على حياتنا صار للعيد يمكن صرنا ناخده من منحة آخر، والمعايدات صارت تاخد منحة آخر. كيف بتشوفي هالموضوع؟ هلأ كل ظروف وكل عادة بيتبعها محيط معين وظروف معينة. بالأول كانت الحياة أبسط، كانت العلاقات الاجتماعية أضيق، كانت البيوت أقرب على بعضها. هلأ صار في كتير تغييرات وصار في مستوى معيشي أعلى ومختلف. هلأ بحكم الظروف أغلب قرايبيننا وعائلاتنا عم تكون بغير بلدان، فعم نضطر يكون أساساً نحن عنا الانترنت أو هي السلة شبه الوحيدة لحتى نتواصل مع الناس اللي منحبها أو الناس اللي بتعني لنا. فلهيك هي الظروف هي اللي فرضت هاي العادات الجديدة علينا. العادات الجديدة فعلا. تماماً. فصرنا نحن مضطرين نوازن بين العادات القديمة وبين العادات الجديدة بحكم ظروف هي اللي حكمتنا، وبنفس الوقت لازم دائما يكون في تواصل، بس بتختلف بقى الطرق. نعم، يعني مثل ما قلتي لازم يكون في تواصل، بس عم تختلف الطرق، ويمكن احيانا عم تنعدم ما عم بيصير في تواصل. اليوم انت بتدرسي او مسؤوله عن اطفال يعني بعمر التاسيس، اكيد بيبعثوا لك يمكن الاطفال معايدات، وبما انه هلا صايره الموبايلات بايد اولادنا اكثر ما بايد الكبار، كيف نحن بنقدر انه نعلم اطفالنا اساسيات العيد وكيف المعايدات لازم فعلا هي تكون؟ هلا هي بتبدا نقطه من عند الاهل لما بيكون في وقت مخصص لطفلهم بغض النظر عن عمره، امتى يستخدموا وامتى لا، يحشوا لنا فارضين عليهم قوانين معينه بالبيت. بعدها بيجي بقى كيف بدهم هن يراقبوا هذا الموضوع تحت اشرافهم، لانه صاير لابد منه. فأنا مثلاً لما بيكون عندي أغلب أصدقائي على الفيس هن من طلاب أو من أطفال أو من فئات عمرية مختلفة، فلهيك أنا كتير بحاول أتوجه عن طريق هذا النوع من التواصل بنشر توعية معينة، بطريقة تواصل معينة يكون أنا قدراني أوصل فكرة، وبنفس الوقت تكون قدوة ولو بجزء بسيط، بس أنه أزرع شيء كخطوة لهم. فلما بيكون كلياتنا عم قادرين هاي الفئة العمرية اللي هي موجودة من أصدقائنا على الفيس، فهذا بيخلي حتى بيرتقي نوعية استخدامه، يعني كتير حتى طريقة استخدامه في إلى نوعية أفضل. بالنسبة للعيد ولطرق التواصل، فهي دائما كتير حلو انه دائما يكون في هذا التفاعل بين الاشخاص ولو كان في بعد او شيء افتراضي، يعني هو شيء ما له واقعي. ان شاء الله بتتحسن الاحوال وبنرجع مثل الاول. وفي فكره كتير لطيفه انا بحب اقولها للاهل، انه دائما يحطوا عاده جديده ولو كانت خاصه بس ببيتهم، تكون هي الشيء الأساسي اللي بيرسخوا مفهوم العيد أو مفهوم التواصل الاجتماعي القريب، ولو كانت عادة خاصة بس بهالبيت أو بس بأفراد الأسرة، وإن شاء الله ولو كان زيارة معينة ما منقوم فيها غير بالعيد مثلا. فهذا الشيء إيجابي ولازم نحن نعززه، نعمل شيء جديد بالعيد لحتى نحس بنكهة العيد الخاصة والمميزة. لكن رندا في بعض العائلات يمكن هلأ بوقتنا الحالي صارين عم يعملوا جروبات عائلية لحتى يحكوا مع بعضهم، كل أفراد العائلة مع بعضهم لحتى يعيدوا بعضهم كمان. كيف بتشوفي هالموضوع؟ هو بشكل يعني نقطة إيجابية أم بتأثر سلبيا على العائلة؟ هلا أنا بشوف هذا الموضوع منفصل تماما عن بين إنه يكون هي كعادة أو يكون كسلة تواصل، ونحن كلنا مرتبطين عبر هذا الجروب، صار أي شيء ممكن نطلب أي شيء.
ممكن مثلا ما رد علي حدا فانا ممكن اتواصل معه عن بهي الطريقه. هذا بس منفصل تماما عن طبيعه العلاقه الاجتماعيه القريبه. لهيك نحن هون بنزرع فكره انه ولو كان هذا الشيء موجود بس هو ما له اساسي وما له معطل لعلاقتي او تواصلي مع اهلي، تواصلي مع اطفالي، تواصلي مع اي حدا ممكن يكون قريب وقدران اوصل له او ساكن معي او مثلا بيته قريب على بيتي. تروح تزوره وممكن أيوة تمام. نجتمع مع بعض. تمام، ممكن نظبط موعد الزياره على الواتساب. يعني مثل ما ذكرتي انه بشوي كنا عم نحكي عن الاطفال رندا، كمان الاطفال بينعدوا يعني من الاهل وقت بيشوفوا انه اهلهم كيف عم يتعاملوا مع عائلتهم مع اخواتهم، كمان هم بيصيروا بيتعلموا مثل ما قلتي قبل شوي فينا نفوت عادة جديدة. لكن نحن اليوم كيف فينا نفهمه شو هو عن جد العيد؟ لأنه العيد ما هو يعني هو بالعيد بصير فيه التواصل وصلة الرحم فعلا هي بتتعزز بالعيد، فنحن كيف فينا نحسسهم بقيمة العيد عن باقي أيام السنة بالعادات الاجتماعية واليومية وبكل تفاصيلها؟ هذا كان قصدي بحديثي أنه نحن لما نخلق عادة بسيطة وهي تكون بحكم الظروف، يمكن نحن يكون في عنا موضوع مادي يتحكم فينا أو ظرف اجتماعي معين، فنحن ممكن نختار أي شيء بسيط نعتمده أنه نحن هذا بنعمله كل عيد. أكثر شيء اللي أنا بشجع عليه هو العمل التطوعي، أنه مثلا نحن هلأ جايين على عيد وهلأ خصوصي أنه مع مدارس، فانه خلينا نحن نجمع شو في عنا اشياء ما بدنا اياها او بنقدر نستغني عنها وحالتها منيحه، فنحن انه بنجمعهم وبنعطيهم لحدا ممكن ما يقدر يجيبهم، فنحن خلينا نلتزم بهذا الشيء ولو من عيد لعيد. في ممكن مثلا ممكن اكله معينه انه نحن كل اول يوم عيد مثلا نحن حنعمل هذا الشيء، فهي طقوس خاصه بكل عائله. تمام يمكن. فهي حيكون طقوس بسيطه علم طفلي مفهوم العيد ومفهوم بزرع معه فرحه، لانه انا بصير خلص صار في ارتباط معين بين مشاعري وبين السلوك اللي عملته وبين العاده اللي انا اساسا يعني دائما عم بكررها واعملها. يعني هلأ بوقتنا يمكن يلي دايما بعض الأشخاص بيكونوا فيه مشغولين، اليوم قديش نحن بنقدر بالفعل بعطلة العيد أنه نمارس كل الطقوس والعادات يلي هي بتجمعنا، بتجمع العيلة مع بعضها ولكن بطرق خاصة. اليوم كيف بيقدر كل فرد بالعيلة يكون مدموج مع إن كان مع أفراد عيلته أو حتى مع أقربائه بالخارج بعيدا عن التكنولوجيا؟ هلا للاسف صاير مفهوم العيد عنا مو مفهوم انه هو عيد، صار مفهوم هو اجازه لايام ورا بعضها، فانا بكسبها اخذ عيلتي وارجع اشحن طاقاتي لابدا ارجع البحر. تمام، فهذا عم بيخلي حتى اللي قاعدين بمنطقه واحده او ببلد واحده انه حتى بفتره العيد ما يقدروا يجتمعوا. فهون في فكرة أنا بحب أقولها إنه نحن ليه ما منخلي في عنا زيارات شهرية ثابتة تكون لنجمع العيلة ودائما نعرف شو في تطورات عم بتصير بيناتنا، كل واحد شو حقق إنجاز، كل واحد شو عنده مشاكل ممكن نساعده فيها، فهي بتكون هذا تواصل اجتماعي عائلي وبنفس الوقت بنعزز هذا الترابط الأسري وهذا الجو الاجتماعي. اما للاسف فهو فعلا نحن بفتره الاعياد او العطل فهي عم تكون فرصه لحتى ناخذ بريك من حالنا، ما لانه نرجع لحتى، فهو عم بيكون حتى العلاقات الاجتماعيه عم تكون عبء بهي الفتره، لانه انا عندي بس هالاربع ايام بدي ارتاح فيهم، بدي ارتاح وبدي رتب اموري لارجع على شغلي، وبنفس الوقت بدي ارجع اتواصل مع كثير عالم انا فعلا مشتاق له وفعلا بحاجه لاني اتواصل معه. يعني بعد فترة الأعياد جايين على مدارس ويمكن تتلخبط شوي البرامج تبعية الأطفال، هلأ بيكونوا عم يسهروا صار لازم نروح على تنظيم وقت وغيره، كيف نحن منهيئ أطفالنا بفترة ما بعد العيد لحتى يستقبلوا المدارس؟ هلأ إجت هاي السنة كتير الظروف مناسبة إنه إجت فترة عطلة العيد مباشرة بعد انتهاء الصيف ومع بداية العام الدراسي، فهو كان فترة هاي العطلة كتير مناسب لأنه نحن نرجع نرتب ورقنا، نرتب أمورنا، نهيئ أطفالنا بطريقة مناسبة وتكون
نعطيهم هاي النهاية إنه نحن عنا خلص هدول هالعطلة وبعدها خلص بدنا نرجع نفوت بالجد وبالدرس. فبالعكس إجت هاي السنة كان كتير مناسب هذا الموضوع، وفعلا كانت هاي العطلة وهذا العيد نقلة محددة ونوعية بين إنه الراحة وبين العام الدراسي الجديد. هلا حتى هي انا لعام دراسي اكيد ما بكفيني 4 ايام، اكيد انا بنصح الاهل دائما انه نحن قبل باسبوعين ثلاثه اول شيء نبلش ننظم نومنا لحتى اطفالنا يبلشوا ينظموا نومهم، لحتى ما نواجه مشاكل ببدايه العام، لانه الطفل بس بي عنده شعور بالانزعاج هو مو عارفان انه ناقصه نوم او مو عارفان انه هو كان في عاده وعم بيغيرها، هو بس حيكون منزعج وما له قدران يبدأ نهاره بالنشاط اللي هو متعود عليه. فلما أنا ببلش بالتدريج كل يوم خفف 10 دقائق، كل يوم بكر نص ساعة هيك لحتى يقدر يكون انطلاقة. يمكن في كتير أولاد رندا أنه بيقولوا يلا أنه هذا الأسبوع آخر أسبوع خلينا نقدر نستثمره بكل الطرق بالوسائل المسلية والترفيهية، وهذا اليوم آخر يوم حتى يعني قبل بأيام قليلة من بدء المدرسة بدهم يستثمروا. هون شو الطريقة اللي ممكن الأهل يقنعوا فيها أولادهم أنه يدخلوا ضمن هالنظام يلي هن حطوا لهم إياه؟ أنا بعطي حيلة للأهل أنه أنتوا سبقوا عليهم، أنتوا قولوا لهم ما بقي غير هالأسبوع، فخلينا نحن نستغله ونتسلى فيه بس بنفس الوقت نشحن طاقتنا لبداية عام دراسي. فمنتسلى ومنروح ومنعمل كل شيء بدكم اياه، وبس بعرف انه انت بدك تنظم نومك، بدك تكون مهيئ امورك، بعطيه ورقه وقلم جدول شو لازم تعمل، شو لازمك اشياء، يحسسه بالمسؤوليه. تمام، يتحسس بالمسؤوليه ويعرف انه هو اي شيء بيعمله لازم يكون مدروس وله خطه مستقبليه. هلا هو يمكن فعلا لازم نحسسه بالمسؤوليه، بس يا ترى وقت بنحسسه بالمسؤوليه وبصير عنده رهبه من المدرسه انه هو هلا يعني خلص فات على الجد وبلش ينزعج هلا كل اي شيء جديد بدنا نبدا فيه لاول مره دائما ولو كنا عم نكرره بشكل دوري هو دائما حيعطي شعور شوي بالانزعاج. احنا كنا متسلين ووقتنا قلنا هلا لا صار في شيء عم بيحددنا، هذا دائما الشعور بالمسؤوليه دائما عنا كلنا بيكون شوي مالنا يعني قد ما كنا متعودين عليه شوي بيكون مزعج. لهيك نحن لما بنربطه بشيء ايجابي، لما بنكون عاملين جدول يومي انه نحن حنروح هالمشوار ورح نعمل هالزياره ورح نحضر، وبنفس الوقت رح مثلا نكتب شو لازمنا اغراض للعام الدراسي، وبنفس الوقت رح انت ضعيف شوي مثلا بالعربي رح اعطيك قصه مثلا كل يوم تقراها بالمتنى، فهذا رح بي كجو عام حيزرع مبدا الدرس بطريقه ايجابيه وبالعكس محببه، بالعكس حيترتبط معه بشعور ايجابي حيحببه بهذا الشيء. يمكن باجواء العيد بنحاول مثل ما قلنا يمكن نحاول نستثمر شوي وقتنا لحتى نرجع هالعادات، ومع اقبال وبدء المدارس كمان بيكون في مسؤوليه على الاهل، يعني مو بس الاطفال يمكن لازم يتعودوا، الاهل حتى لانه بحسوا شوي كمان بهالشعور بالانزعاج، يعني لانه عن جد بلش الجد وبلشت الدراسه وبلشت المسؤوليه. كمان هون شو بتنصحي الاهل لحتى يبلشوا يدرجوا حالهم لهالبدء العام الدراسي الجديد وخلصت الصيفيه؟ هلا الاهل نوعين، او اهل اولادهم ما بيعذبوهم بالدرس، أو النوع الثاني اللي بيعذبون اللي هن الفئة الأكبر. دائما النوعين أنا بشوف علامات سرور ورضا إنه وقت بداية العام إنه خي حنبعتهم صار عندي وقت فاضي قبل الظهر، وما عاد تفكر أنا كيف بدي أعبي وقت أولادي. أما بشوف هذا الشعور بالانزعاج بنهاية العام إنه وين حتروحوا تتركوا لنا ياهن، انه كنا منظمين، كنا عم نعرف كيف كل ما مثلا اللي مال له دروس شوي هلا لا صار الموضوع مختلف. فلا يعني مثل ما قلت لك في نوعين من الاهل، دائما لما بكون انا في فتره كان عندي صيف طويل كان عندي 3 شهور، انا لو ما بعرف ابني ضعيف بشيء معين وبحاول ادعمه فيه بطريقه ترفيهيه فانا ما رح واجه المشاكل ابدا في بدايه العام. يعني حتى من الصيف يبلشوا الاهل يدعموا اولادهم بالمواد يمكن اللي عندهم ضعف فيها. تمام، من عمر 6 سنين لحتى مرحله الشهادات الثانويه، مو غلط ابدا اذا انا مع درس الباسكت مثلا مسجل فيزياء
أو مثلا عربي ضعيف شوي مع درس الموسيقى، أبدا ما بيأثر، بالعكس لازم يكون في شيء روتيني، لأنه في نوعية معينة من الطلاب بالتكرار عندها لازم يكون أكثر من غيره، خصوصي أنه نحن نظامنا التعليمي بيعتمد كثير على الحفظ والتكرار، فلازم أنا هاد راعي ومع باقي الجوانب الثانية اللي أنا بنمي فيها طفلي. يعني لازم نحسس أولادنا بقيمة الدراسة حتى بأيام العطل وحتى بأيام الأعياد وبكل الأيام، أنه الدرس لازم يكون في حصة بوقتهم. هلأ الفكرة أنا كيف عاطية مفهوم الدرس لابني، أنا كيف شارحت له هذا الموضوع، هو كيف بينظر له، هل هو بينظر له كعبء ولا هو بينظر له كشيء متعة ومستقبل؟ هون أنا بيختلف عندي ساعتها اهتمام الطفل بالمادة العلمية واهتمامه كيف هو يعمل المتعة متعته أو هوايته تكون مثلا القراية، هوايته تكون تجميع معلومات، هوايته يكون يتعلم موسيقى، فهذا كله بحسب أنا كيف من عمر صغير بزرع هاي الفكرة، وخصوصي لما بشتغل في فكرة الواجب المنزلي، لما أنا بشتغل عليه بطريقة صح من عمر صغير هذا كتير بيعطيني منتج للمستقبل وبتلافى هاي المشاكل بهذا الوقت. يعني الروتين لازم نبدأ فيه لنتعود على الروتين بالمدرسة، لازم نبدأ فيه بقبل بوقت. اليوم نصيحة أخيرة بتحبي توجيها للأهل بمناسبة العيد، كيف بيقدروا يرجعوا عاداتهم الاجتماعية وأيضا كيف بيقدروا يتهيئوا للمدرسة هنا أولادهم؟ أهم شيء أنه نحن ما نعطي ردود الفعل أو انطباعاتنا السلبية قدام أطفالنا. لما أنا بدي ضل أنه ضل عم تأخذ أنه أف بلشنا هلأ الدرس، فهو أكيد رح ينتقل له هذا الشعور. بالعكس أنا حاول دائما يكون الموضوع بطريقة إيجابية، ودائما مثل ما حكينا نسعى لأنه يكون في دائما عنا روتين معين، في عنا كل عيد نشاط معين منقوم فيه، نحاول قد ما فينا نحافظ بعد فترة العيد، مثلا الأسبوع اللي بعد العيد دائما في اجتماع للعيلة، فهون بيكون حتى اللي سافر رجع، حتى اللي أخذ إجازته رجع، وبتكون فرصة مناسبة إنه نحن حافظنا بفكرة إنه الشيء عملناه اجتماعي بعد العيد. نعم. يعني أتمنى كل هالنصائح توصل اليوم، وأكيد نشكرك كثير رندا على هالمعلومات والنصائح اللي أعطيتنا إياها فيما يتعلق بالعيد وأيضا التحضير للمدارس. شكرا لكم. شكرا لك رندا، ونلتقي إن شاء الله بحلقات مقبلة ونتحدث عن كثير أمور بتخص المجتمع بشكل عام. شكرا إن شاء الله ينعاد عليكم. عليكم. هلا أريج